هسه انا اشتغل وتعبان، ليش ما اروح لاخوي يخطب لي مره ويزوجني ويكون لي عائله؟ خوي عصام راح نوصل البيت الاسبوع قبل ذبابة اللي عندك. ان شاء الله. ايه همزين اجي اخوي عامر. عامر وقف لا تطب لي البيت. ها خوي انا صحت علي. خوي انا اشتغل وتعبان، ليش ما تخطب لي مره؟ خوي بخدمتك انا، تعرف لك بنيه بيت حلال؟ ايه بيت ابو علي عندهم بنيه وخوش بنيه. امشي خوي عصام طب بالمكان سوي المسواق امشي خلي نروح نخطب مره. زينة تفضلوا والد اليوم موجود حياكم الله. يا الله يا الله السلام عليكم. حياكم الله أهلا وسهلا. حياكم الله مساكم الله بالخير. الله بالخير والعافية. تفضلوا عمي أمر خدمة. والله يا عمي جابتنا سمعتكم وجابتنا طيبتكم وجينا نخطب إيد بيتكم لأخو يونس على سنة الله ورسوله. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا. بس اخوك ما قلت لي شو اشتغل. والله يا عمي اخوي يشتغل منظف بالبلديه حتى شوفه، وسمعنا عندكم بنيه ما متزوجه ونريد نخطبها لاخوي. ما يصير هالشكل، كل من ياخذ من مستوى. عمي اختي دكتوره وتعبانين عليها ودورات وكليه، تاخذ لها واحد زبال مثلك الله وكيل شوف المحله. يلا والله والديتكم وما قصرتوا، هيش تعاملون الفقير. امشينا اخوي امشينا.